ولد الفنان عادل عيسى عبد الله اليحيى في 4 مارس لعام 1970، هو ممثل ومحامي وصحفي كويتي، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت بدرجة عام جيد. كان يعمل في بداية حياته ممثلا إلى أن تخرج من كلية الحقوق وأصبح يعمل بالمحاماة. هو صاحب مجلة شبكة الحوادث الشهرية التي تصدر عن مؤسسة نبراس الخليج، والتي تهتم بالحوادث والقضايا ويرأس تحريرها، كما أنه أسس قناة العدالة، والتي كانت أول فضائية عربية متخصصة بالقانون. منذ صغره كان يهوى التمثيل، وكان يشارك بالأنشطة والفعاليات المسرحية، وكان أول عمل مسرحي جماهيري له بعنوان بسام في وادي السمك مع الفنان طارق العلي، ثم توالت أعماله إلى أن توقف عن التمثيل في عام 1995، وهو صاحب فكرة مسلسل من ملفات المحاكم الذي شارك به كمقدم للقضايا. سبق له تقديم العديد من البرامج القانونية على عدة قنوات، منها قناة العدالة وقناة سكوب، كما قام بتقديم برنامج المستشار في عام 2017 الذي بث على قناة الرأي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.